أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. أفاد مسؤول سابق في الشرطة الأفغانية بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين برصاص عناصر حركة طالبان، هذا في احتجاجات خرج بها المواطنون ضد الحركة في مدينة جلال أباد غرب البلاد. وبحسب شهود عيان سقط القتلى عندما حاولوا رفع العلم الوطني الأفغاني في ميدان المدينة الواقعة شرقي العاصمة كابول. وأفادت وسائل إعلام بأن حركة طالبان قمعت تظاهرة ترفع العلم الأفغاني في خوست جنوب شرق أفغانستان. هذا وقد قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي إن 17 شخصا أصيبوا اليوم خلال تدافع الحشود عند إحدى بوابات مطار كابول تزامنا مع تكثيف الدول الغربية عمليات إجلائها. من جهتها أعلنت الحركة أن إطلاقها للنار في الهواء كان يهدف إلى تفريق المحتشدين في المطار وليس إصابتهم. دزکه ودا مخکی خلق ولاله بیرغ لاس کده